منى انا يا اختي اقعدك عندي، بس بصراحه ماليش مزاج اشتغل غفير. انا غلطت اني سمعت كلام ليلى. استني هنا، انت هتقعدي هنا ما دام مستر ليل قالك هتقعدي عند ليلى يبقى هتقعدي عند ليلى. طب يلا يا اختي بقى منك ليها من غير ما تروح. الراجل اللي انت خايفه منه ده مرعوش، يعني انا لو دخلت وقلت له بخ هيجري زي الفار المسلوخ. فلم الدور بقى ياما وبلاش نفتق لبعض. هو انت فاكره اني هبص لجوزك ده؟ ان ما بصيتيش يا اختي انت هو هيبص. مدام نيمان ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تعالى يا ياما. ايه اقولك يا غاليه؟ يلا يا حبيبي خش خش كمل نومك يا حبيبي. ايه يا كمال ده حساب رز بنصفيه. يلا يا حبيبي كلام حريم مالكش فيه. طب اسلم عليها. طيب يا حبيبي يلا انت خش خش ده كلام حريم يا حبيبي. خلاص طيب الله. يلا يا حبيبي يلا. بتلوي دراعي يا بنت بطني؟ ماشي يا ليلى ليكي رقة. هو سواد الليل وسايبينها لك مخدرة انت وهو. قضي يا حبيبتي بيتك ومطرحك. تاكلي حاجة؟ أصل أمي طبخة طبيخ زي الفل. أدوقك طبيخ أمي؟ منورة يا حبيبتي. حبيبتي أجيب لك هدنة نضيفة والله فل. ما أنا ما فهماش حاجة يا بنتي من بكاكي دي، فهميني الحكاية. كان جاي يطمن عليا يا أم. مين دي؟ الواد اللي مسكوه؟ ايوه يا مراري. كان جاي يعمل ايه؟ وتدخلي اوضتك واحنا نايمين على ودانا؟ لا ياما ده كان بيجي بس يطمن علي. انا قلت كده من الاول. ادي اخره العلام محروق ابو الجامعه. ليه بتعملي فينا كده؟ ليه؟ انا ما عملتش حاجه ياما. انا خايفه يموتوه. ويموتوك انت كمان. دليل عليها ابوكي ما قتلك وقطع رقبتك. بنت الخشن بتحب وتعشق في انصاص الليالي. يا فضحتي يا فضحتي. احب على ابنك يا ابو اوقف جاري. اوقف جارك فيه في المسخره. احيت الخوالي يا اما. وبعدين معاكي بقى فرينه. انت بقيتي شقيه قوي ما تسمعيش كلام خالص. بس يا ماما. مفيش بس. البنات الحلوة والكويسة والأمورة يقولوا لمامي حاضر، صح؟ كفاية يا حبيبتي. انجي ردي عليا أنا ماما يا حبيبتي. انجي ردي عليا يا حبيبتي. هو أنت بتحسي أصلا؟ ابي انجح يا حبيبتي، ما تكلميش مامي كده. عيب معلش انا هزرعها.